بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الشروق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من هنا، من هذا الملعب، ملعب استاد عطبرة، مدينة الحديد والنار. شكرا للزملاء في الاستوديو التحليلي. إذا نحن نستعد في مباراة حديدية للفهود، مباراة ستكون إن شاء الله في غاية الروعة، لحظات والانطلاق، لحظات والبداية. الأمل، أمل السودان يريد أن يكمل المشوار، مشوار العبور، مشوار التأهل، مشوار الأندية السودانية التي تحقق الأحلام والأماني وتحقق المرجو إن شاء الله في هذه البطولة الكونفدرالية. إذن الفرسان: مرتضى حسن، سامي عبد الله، حسن جزيرة، أنس الطاهر، مجدي كسلة، آدم صاير، عامر عادل، خالد كوستي، عبد الرحمن كنو، محمد عبد الرحيم حمدو، وزهير زكريا. تشكيلة الفهود، تشكيلة الأمل، تشكيلة الرجاء في يوم الرجاء ويوم العبور. الفريق الضيف هوانغي الزيمبابوي، شوي سباندا في حراسة المرمى، روجير سانتير، إيريك سيستا، ألان تافورينا، ديفيد بوروندو، جيلبرتي زولو، كوادو كواشي، كوسانسو بيلا، فرانسيسكو جيرارد، ووينستون. هذه هي الخيارات بالنسبة لتيناني، وخيارات محمود عز الدين كانت أمامكم. إذن للأمل الرجاء، للأمل الدعوات، للأمل القوة لمواصلة الظهور الإيجابي، النتيجة الإيجابية التي أتت في هوانغي في زيمبابوي، وعلى بعد مسافات من العاصمة. حقق الأمل، حقق الرجاء، حقق المشوار ليكمل اليوم هنا تسديدة من بعيد، لكن في غاية السهولة تمر مباشرة لحارس المرمى شوي سباندا. كرة منقولة لوانغي، له طموح بكل تأكيد، له أماني نحترمها الفريق الضيف، لكن بالإصرار، بالعزيمة، بالأداء، بالرجولة في مدينة الحديد والنار يمر أمل الحديد والنار، أمل السودان للأمام إن شاء الله. بعد ذلك أن يكون المنافس إنتر الأنغولي أو بطل مدغشقر، المسألة ليست مهمة الآن، المهم العبور أولا، وبعد ذلك الحديث عن القادم في دور 16 في الكونفدرالية. للأمل تجربة، للأمل مشوار، للأمل حكاية في 2010، نتمنى أن تكون أفضل في هذا الموسم. كرة مقطوعة، خلصت أمامية من جانب حسن جزيرة، التسديد، كرة تمر للأمام لمحمد عبد الرحيم، ومحمود عز الدين بآمال كبيرة، برجاءات كبيرة، بطموحات كبيرة، يفتتح المشوار في ملعبه، في ملعب استاد عطبرة التاريخي اللي شيد في 1927 وجدد في 1954 واصطحب النجيل الصناعي في هذا الموسم. كرة ملعوبة ترجع للخلف عن طريق ديفيد بوروندو، التحول من بوروندو أمامية، والرأسية في منتهى الخطوة، الهفوات القليلة أمامك، أمامك المدرب، المدرب تيناري يريد طبعا، يتحدث كثيرا عن هذه المباراة، عن طموحه. وكرة ملعوبة تقيناه قبل المباراة، تحدثنا معه قبل المباراة، وهو يؤمل كثيرا في العبور من هذا الملعب، وقال سأصحح أخطاء هوانغي في زيمبابوي. لكل فرد طموح وحلم مشروع، ولكن الأمل مع الأمل، والرجاء في فرسان أمل عطبرة. كرة ملعوبة الأمام، محاولة للمرور من زهير زكريا، الخبرة من زكريا منقولة على الجهة اليمنى، آدم في محاولة، يحاول الانطلاق، والكرة تمر وتتحول مباشرة، تعود مقطوعة من جانب آلان تافارينا. تافارينا يلعب الكرة في وسط الملعب، الانطلاق للأمام، لكن العودة والتأمين من مجدي كسلة. الكرة مقطوعة ترجع لوينستون، وينستون الزيمبابوي يرسل كرة أمامية، وكرة تخلصت بمتابعة من جانب حسن جزيرة. حسن جزيرة استراتيجية تبدو في الوهلة
في الرسم التكتيك الأول أنه 3-5-2 لفهود الشمال. رمية تماس لوينستون إيكي على تنفيذ رمية التماس لهوانغي، كرة ملعوبة وبالرأس في منتهى الخطورة، الكرة داخل منطقة الجزاء، الإبعاد أول بأول مطلوب، التأمين أول بأول مطلوب، هنا مرور ومحاولة للتقدم عن طريق جيلبرتو زولو، لكن الكرة ترجع وتتحول وإرسال كرة للأمام. الأمل ما زال يدافع، يمتص في الحماس في القوة في البداية لهوانغي، ويجب تكون البداية لصاحب الضيافة. كرة ملعوبة مقطوعة، هوانغي في تقدم منتهى الخطورة والكرة أمنت، الإبعاد من سامي عبد الله. سامي يلعب كرة للأمام، محمد عبد الرحيم، العودة لآدم ساير يلعب كرة أمامية، محاولة بالرأس ترجع من جانب ديفيد بوروندو وسط الملعب. هوانغي يحاول دخول في اللعبة، يحاول أن يجد نفسه مع البداية، يمتص حماس هذا الجمهور، الجمهور العطبراوي المحتشد المشجع الجميل في الملعب. كرة عالية وسط الملعب، الاستخلاص من جانب خالد كوستي يلعب الكرة، والكرة تتحول مباشرة لرمية تماس. رمية تماس طبعا إخراج الكرة من جانب بيدي كسلة بروح رياضية عالية في ساحة المجال للإطمئنان على إصابة أحد لاعبي فريق هوانغي الموجود على أرضية الملعب، ملعب اللي اكتسى حلة زاهية، ملعب يبدو بصورة جميلة في هذا اليوم، والجمهور موجود، التشجيع موجود، الهتافات الرائعة والمساندة للأمل. نتمنى طبعا أن يكمل الأمل هذه اللوحة، هذه اللقطة الماضية للإصابة. لاعب كوادو كواشي لاعب وانغي الزيمبابوي، رمية تماس والكرة تعاد مباشرة لتبدأ مع الأمل بنفس مبدأ الروح الطيبة، بنفس مبدأ التعامل، وكودا يستعد للنزول. إرسال كرة أمامية، شفيرا الكرة في وسط الملعب، سيطرة عطبراوية الأمل، كرة منقولة على الجهة اليسرى تعود لمجدي كسلة، مجدي يعمل كرة معكوسة عالية، هدف ممكن يشعل هذا الملعب، تحول الآن والتدخل وكرة مقطوعة من جانب آلان تافورينا، التحول والانطلاق السريع والمرور من جانب لاعب هوانغي، عامل مشوار، عامل انطلاق، لكن التغطية والتأمين خالد كوستي والقوة والتدخل الممتاز، استخلاص الكرة، محاولة انطلاق الأمام، كرة في وسط الملعب، نقلات من جانب فريق الأمل، يحاول الأمل العبور المرور للأمام. هوانغي حتى الآن يصعب المسألة، يبدأ بروح قوية، يبدأ بعزيمة. هنا لمسة اليد، لمسة اليد، والحكم الإريتري منصور معروف الصافرة والخطأ لمصلحة الأمل. حسن جزيرة على التنفيذ، يلعب الكرة حسن جزيرة لأنس الطاهر، لمسة وتمرير، مجدي كسلة، العودة لأنس، يعود مباشرة لحسن جزيرة، التبادل مع سامي عبد الله، تحضير في الخلف، التراجع من هوانغي، السحب، وانخفضت الإضاءة في الملعب بصورة مفاجئة، أتمنى لا تؤثر طبعا على جودة الصورة، لا تؤثر على سير المباراة. محاولة الآن على الجهة اليسرى، كسل يحاول يلعب كرة، والكرة في محاولة معكوسة، لكن اصطدمت وتحولت مباشرة من عبد الرحمن كنو الواضع على الصورة والمتابع. هنا الكرة والتغطية موجودة من لاعب هوانغي إيريك شيسا. ركنية للفهود، كانوا على التنفيذ، ملعوبة قصيرة لمصلحة الأمل، تهيئت كرة عابرة، مين سدد، حلوة يا الله، حلوة اللقطة الأولى،
حلوة المحاولة الأولى، حلوة. شوف كرة راجعة والتسديد من آدم، كرة قوية لكن ردة الفعل مباشرة من سيباندا الأمل من جديد، ولكن الكرة المعكوسة غير دقيقة، الكرة المعكوسة غير دقيقة، وفي احتجاج من مدرب فريق وانجي على مستوى الإضاءة الموجودة في الملعب. ذكرت لكم أن هناك انخفاض مفاجئ كان في مستوى الإضاءة، لكن الحكم هو صاحب القرار وهو الذي يحدد الرؤية واحتجاجات المدرب طبعا في محاولة للضغط على المراقب والحكم الرابع في محاولة الآن، وكرة ملعوبة. تحوطات والاستعداد والإضاءة وقوة التيار الكهربائي أمور مفروغ منها تماما، يجب ألا تؤثر على مسيرة الأندية ويجب ألا تؤثر على أنديتنا وهي تمر للأمام وتحمل اسم الوطن، لأنه وطن كبير ووطن يستحق. لا يمكن أن تكون بعض الأخطاء الموجودة هنا وهناك تؤثر طبعا في مباريات، في ظهور إفريقي، في ملامح ضعف التيار أحيانا وانقطاع التيار أحيانا، مسألة لابد أن تجد الحل والحل الحاسم والقاطع من المسؤولين. هنا كرة في وسط الملعب لمصلحة الأمل. العد براوي حاول، ننقل لكم كواليس ما يحدث أحيانا خارج المستطيل الأخضر. حسن جزيرة، الأمل باحث عن التأهل، العبور للأمام، انطلاقة مجدي كسلة، والكرة تمر وتتحول لرمية تماس، رمية تماس مع عبد الرحمن كنو، العودة والتمرير لمجدي كسلة، يعكس كرة لكن مقطوعة من جانب دفاع هوانجي، محاولة للاستلام من جانب تافارينا للكابتن رودريج، والانطلاق سريع، كرة في منتهى الخطورة لهوانجي، والتغطية الممتازة والدخول القوي المناسب من عامر عادل لاعب الارتكاز، والجماهير والتشجيع والفئات بعد القوات النظامية، قوات تحت التدريب، قوات الشرطة في المساندة، والشرطة في الدعم، والشرطة في التشجيع للأمل، والجمهور العد براوي في التشجيع والأعلام. هو المطلوب هو الالتفاف الحقيقي لأمل عدبرة، أمل السودان بصفة القومية في هذه المباراة. رمية تماس ملعوبة، وينستون مانجو ترجع لوينستون، محاولة تقدم، ينقل كرة للأمام، فريق ما ساهل، فريق هونغ، فريق أبدا ما ساهل، فريق الأمل والمدرب محمود مطلوب عمل كبير، مطلوب عمل كبير. رمية تماس ملعوبة عالية ورأسية تتحول لتماس من جديد لمصلحة فريق هوانجي، إرسال الكرة للأمام، رأسية وهنالك دفع وبالتالي صافرة من حكم المباراة منصور معروف، خطأ لمصلحة الأمل عطبر. سباق الكونفدرالية، سباق التواصل الكونفدرالي يشعل المنافسة في البطولة القومية، في بطولة الدوري الممتاز. لماذا أن تكون موجود في الكونفدرالية مع سباق الأبطال المحسوم للعملاقين للكبيرين؟ يفتح هذا باب للأندية، للأمل، للأهلي، الشندي، للنمور اللي تقاتل أيضا في دار جعل، فريق فيروف يارو لتكملة أيضا اللوحة والانتصار. وسط الملعب عبد الرحمن كنو، المرور، الكرة على الجهة اليمنى، هيا كرة عالية، يلا يا راجل، خلص الكرة، ضاعت من زهير زكريا،
الهفوة، هفوة كانت من المدافع على طبق من ذهب. شوف سهير، شوف المحاولة، شوف التسديد، الكورة مرت، فرصة للأمل بتضيع، فرصة للأمل بتضيع، ملعوبة، محاولة وبالرأس تتحول لتمر لرمية تماس. الآن بدأنا في استعادة المستوى الحقيقي نسبيا العودة طبعا في الصورة، والانطلاق على الجهة اليسرى الآن ملعوبة، كرة تمر وتتحول لضربة مرمى مع تشوي سيباندا. تشوي سيباندا حارس مرمى هوانغ زيمبابوي، اليوم يوم عبور، يوم الأمل وأهل شندي. تحول على الجهة اليسرى، كرة منقولة من مجدي كسلة، التحول والانطلاق على الجهة اليسرى، يلا مجدي، الحلول، الكرة للأمام ممتازة، والانطلاقة من خالد كوستي، جرب وسدد لكن اصطدمت، تعود الكرة، الانطلاق الآن جانب رودري جير، رأسية، أوه في منتهى الخطورة، خطيرة خطيرة لهوانغي، والكرة إلى ضربة، وضربة مرمى في منتهى الخطورة، المحاولة وفي منتهى الصعوبة، الكرات المرتدة السريعة لوانغي والتسديدة اليسارية، لكن ممتاز يا مرتضى، مرتضى حسن، الكرة مرت وتحولت من جديد لضربة مرمى لمصلحة الأمل العطبراوي. إرسال كرة للأمام بالرأس، المحاولات مستمرة، كرة تتحول، عودة للخلف، جيلبرتو زولو ينقل كرة، وينستون مانجو على الجهة اليمنى يرسل كرة للأمام، محاولات من جانب هوانغي، منتهى الخطورة، منتهى الخطورة، خلص خلص الكرة، والكرة أبعدت، والتدخل ممتاز من جانب حسن جزيرة، ترجع كرة من جديد لمصلحة الأمل العطبراوي. إرسال كرة للأمام وإبعاد، لكن كرة ما زالت موجودة، يحاول زهير زكريا، ترجع مخطوفة من جانب كوسانا، سوبيلا أقصى الجهة اليسرى لجيلبرت، الضغط ممتاز والاستخلاص، كرة ملعوبة، تشجيع لابد أن يكون مدوي، لابد أن يكون حماسي، كرة لمصلحة الأمل، تحول فريق الفهود اللي فقد العديد من العناصر في الانتقالات، لكن يبني، يعود بأكثر قوة، بأكثر حماس، ويحصد نتيجة إيجابية في زيمبابوي. فقط الآن، فقط المشوار، الكرة مرت وتحولت لرمية تماس. مجدي كسلة، مجدي يلعب كرة للأمام، زهير زكريا، زهير، الكرة تمر وتتحول لرمية تماس في لحظة غياب للتفاهم. وينستون مانجو، كرة تمر وتتحول مباشرة لرمية تماس، رمية تماس لمصلحة توانغي، محاولات مستمرة، الجماهير أحيانا هدوء، حاول طبعا الفريق الضيف امتصاص الحماس الجماهيري، أداء الجماهيرية ممتازة، إذا تحركت، إذا شجعت، منيات دائما بالتواصل، بالتشجيع المستمر لجماهير مدينة الحديد والنار، جماهير عطبرة. كرة ترجع لحارس المرمى، وإرسال أيضا مباشر، مبدأ التعامل، الروح الجميلة موجودة، وسامي عبد الله سلامات موجود في أرضية الملعب، الإصابة مدافع نادي الهلال السابق، إذن في المحاولة هنا إعادة للقطة والدخول، طبعا غير المتعمد، كرة مرت وتحولت بعد إبعاد حارس المرمى تشوي سيباندا
للقطة. إذن الأمل إن شاء الله الفوز في هذه المباراة. المرور مباشرة لمقابلة الفائز من إنتر وبطل مدغشقر. هذا هو الوضع. أهل شندي بالتوفيق، الانتصار يعني المرور لمواجهة سيمبا التنزاني في المباراة أيضا في الكونفدرالية في المرحلة القادمة، مرحلة دور 16 الأول، على اعتبار أنه دور 16 يكون مكرر في الكونفدرالية. كرة تعاد من الأمل أعد براوي، وقام بسلامة سامي عبد الله، سيكمل المشوار مع الزملاء مع الرفاق في هذه المباراة. مباراة توقعنا وقلنا أنها لن تكون مباراة سهلة، ولكن الأمل قدر التحدي وقدر الصمود إن شاء الله في هذه المباراة ليفرح هذه الجماهير المنتظرة الموجودة في الملعب والمتابعة عبر الشروق في كل مكان في الوطن العزيز الغالي. كرة ملعوبة تخلصت للأمام، أمامية من جانب حسن جزيرة، لكن التدخل والكرة تعاد لحارس المرمى سيباندا، إرسال كرة أمامية، المحاولات بالرأس المتابعة من سامي عبد الله، وسط الملعب كرة منقولة على الجهة اليمنى، محاولات للتقدم والانطلاق، لكن أيضا وسط الملعب سرعة في التحول، سرعة في التحول، مجدي كسل على الجهة اليسرى، مجدي كسل والانطلاق يا ولد، حلوة الرأسية لكن عند حارس المرمى. أيوة التحرك من الأطراف، التحرك بالنقلات بالكرات المعكوسة يغير المباراة. كرة ملعوبة أمامية، بايدي كسلة في محاولة العودة للخلف، سال كرة أمامية وسط الملعب، كرة منقولة لوانجي، محاولة تقدم أمام منطقة الجزاء، محاولة لتمرير في منتهى الخطورة، التأمين مطلوب أول بأول، أول بأول، كرة ملعوبة وعلى الجهة اليسرى، الضغط الآن والمتابعة تعود لهوانجي في محاولة، وسط الملعب العودة من شارلس، يحاول الضغط فريق وانجي بكل قوة واستخلاص، محاولات مستمرة وسط الملعب، زهير زكريا في محاولة للأمام وانطلاق على الجهة اليسرى للأمل، كرة معكوسة والفرصة قائمة للفهود، خلص خلص خلص، قوية قوية الكرة، ضاعت، تحولت لرمية تماس، تحولت لرمية تماس، كرة كانت أيضا خطيرة لمصلحة الأمل. عبد براوي محمد عبد الرحيم حمدو كان في المتابعة، وكرة مرت، نحتاج هدف لنطلق الأفراح في هذا الملعب. كرة من تشوي سباندا للأمام، تامين أمامية عبد الرحمن كنو، الجهة اليسرى مجدي كسلة يلعب الكرة الكنو، الانطلاق من جانب عبد الرحمن يهيئ كرة لكن سهلة عند حارس المرمى شوي سيباندا. بداية المشوار مع وينستون مانجو لاعب الطرف الأيمن في وانجا زيمبابوي، إرسال كرة للأمام، كرة عالية وبالرأس، محاولة لإبعاد الكرة لكن في صافرة من الحكم الأريتري منصور معروف، والإشارة للخطأ في الإعادة للقطة، هنا الدخول والدفع، خطأ لمصلحة الأمل. عبد براوي إرسال كرة للأمام، تحول في وسط الملعب، عامر عادل، عامر يمر يلعب كرة لكن مقطوعة، ألان جوفارينا تقدم جانب ألان، عامل مشوار يحاول، لاعب مزعج يتحرك كثيرا، ترجع الكرة للكابتن والتسديد من رودريجي سانشيز، كرة تحولت
مباشرة لتمر لضربة مرمى لمصلحة الأمل العطبراوي. حتى الآن التعادل قائم في هذه المباراة بهذه النتيجة. طبعا تعادل إيجابي كان في زيمبابوي وتعادل سلبي هنا. حتى الآن المتأهل طبعا هو الأمل العطبراوي، لكن نريد المزيد، نريد القوة، نريد الانتصار، نريد الأهداف. كرة ملعوبة على الجهة اليسرى، مجدي كسلة، يلا مجدي، العودة للخلف خالد كوستي، وتحول لأنس الطاهر، انتباه، التقدم مجدي، محاولة ولكن مرت، تحولت لرامية تماس لمصلحة وانجي الزيمبابوي. كرة تبدأ بالخلف ومحاولة للتقدم للأمام جانب الفريق الزيمبابوي اللي يحاول أن يبادر أن يتقدم. كرة ملعوبة وينستون مانجو جهة اليمنى، المشوار، كرة معكوسة لكن ممتازة الرأسية والتغطية السليمة، ترجع من جديد لفريق هوانغي، حاول ضغط الفريق الزيمبابوي. هي كرة على الجهة اليسرى ومحاولات لتقدم ديفيد بوروندي، ديفيد الضغط والكرة تمر وتتحول لرامية تماس، رامية تماس لمصلحة فريق هوانغي. ليبدو أنه بالتأكيد يملك الطموح ويحاول ويبادر. كرة أمامية، تغطية دفاعية وتتحول مباشرة لضربة ركنية، ضربة ركنية لمصلحة وانجي. حاول ويحاول دائما المدرب تيراري، مدرب اللي لعب في زيمبابوي ايضا في زامبيا وايضا في السعودية، الضربة الركنية لمصلحة وانجي على يمين حارس المرمى مرتضى حسن، ركنية زيمبابوية ملعوبة لكن تخلصت من خالد، خالد المحاولات بالرأس من جانب محمد عبد الرحيم، العودة للخلف، البناء السريع مطلوب، الانطلاق السريع مطلوب، المحاولة السريعة مطلوبة، يلا زكريا، المحاولة من زهير لكن التغطية موجودة وإبعاد الكرة مباشرة وسط الملعب. رودريك ويلستون ويلكم، المحاولات، كرة ملعوبة لمصلحة وانجي، تمريرة أمامية لكن في تغطية من أنس الطاهر والمتابعة، أحيانا نشعر بتراجع للتغطية للتأمين، توازن مطلوب في هذه المباراة. كرة ملعوبة، محاولة من سامي عبد الله، تحولت لوانجي، أمامية في منتهى الخطورة لكن تخلصت لمصلحة الأمل. آدم ساير، انطلاق من الجهة اليمنى، الكرة تتحول مباشرة للمحاولة أمامية، عبد الرحمن سدد، سدد كرة بالقدم اليسرى لكن مرت وتحولت مباشرة، ومتابعة المدرب ومتابعة محمود عز الدين والمباراة وصعوبة المباراة تظهر في الملامح بكل تأكيد. تحول على الجهة اليمنى، كرة ملعوبة لليسار، جيلبرت زولو لديفيد، يلعب الكرة ديفيد لإريك، إريك والمحاولات، زهير زكريا لكن الكرة مقطوعة تعود لمصلحة هوانجي، انطلاقة وتسديدة اصطدمت الكرة، تحولت قبل الركنية مرتضى حسن في الالتقاط. استاد عطبرة
محاولة للانطلاق للأمام ومحاولات لهوانجي، محاولات هوانجي خطيرة، فخطيرة الفريق الزيمبابوي يهيئ كرة والإبعاد والاستبسال الدفاعي. يلا حتى الآن الأمل لم يقدم الصورة المطلوبة، يلا أسرع للأمام، حلوة حلوة المرور، يلا يا محمد، محمد عبد الرحيم، هي أوه يا زهير، فرصة العمر، فرصة الحلم في مباراة صعبة، كرة ما بتضيع، شوف الانطلاق، شوف الكرة، هي لمسة، لكن تدخل المدافع، الكرة تحولت، وهل هنالك لمسة يد؟ عموما ضربة ركنية للأمل مع اقتراب الأمل بهدف في محاولة، آدم يحاول، والتدخل والخطأ لمصلحة الفهود، لمصلحة الأمل العطبراوي. عادت أصوات الجماهير، لابد أن يكون التشجيع مستمر، لابد أن تشجع الجماهير حتى في الأوقات الصعبة، هذا هو المطلوب، المساندة الجماهيرية، الدعم الجماهيري لفرسان الأمل حتى ننتصر في هذه المباراة. المخالفة إذن، المخالفة الآن لمصلحة الفهود، وعبد الرحمن يلعب كرة عالية ومحاولة وبعدت، ترجع من جديد، حاولت لي الانطلاق وكرة ملعوبة تتحول لرمي التماس. إذن بدأت الصورة تتضح في المقابلات القادمة أيضا، أتمنى أن تكون الصورة جميلة بتأهل فريق الأمل هنا أولا، بعد ذلك التفكير في لقاء إنتر كلوب الأقرب للتأهل بنهاية مباراته. كرة ملعوبة للأمام، منتهى الخطورة، تخلصت وهنالك صافرة وراية، تسلل الهلال مع أولمبي شليف الجزائري اللي قلب الطاولة خارج قواعده، والمريخ مع مازيمبي بعد انتصار مازيمبي على باور دينامو زامبي. أهلي شندي، أمنياتنا بالتوفيق في حالة التأهل، سيقابل سيمبا تنزاني. هذه هي اللقاءات، هذه هي الخارطة للطريق القادم، لكن أولا إن شاء الله التأهل للأمل ولأهلي شندي. كرة ملعوبة للأمام، محاولة من جانب عامر عادل، والكرة في مخالفة وخطأ لمصلحة الأمل العطبراوي. كرة ملعوبة للأمام، والتقدم، انطلاق الآن ومحاولة للمرور والتسديدة، يا الله يا الله، في غاية الخطورة، قلت لكم أنه هوانجي خطير، يجب أن نؤمن ونعتمد على الفرص التي تتاح ونسجل. الآن تأكد أنه المتأهل هو إنتر كلوب، ينتظر الفائز في هذه المباراة بعد أن تفوق بركلات الترجيح، اتضحت المسألة، والأندية القادمة فقط التوفيق والدعوات بالعبور والمرور للرباعي، لنكمل الصورة الجميلة اللي بدأت بنتائج إيجابية خارج الديار، يجب أن نكمل بفوز داخل أرض الوطن. كرة عالية، استلام ممتاز، الضغط في وسط الملعب، كرة لمصلحة الفهود، ملعوبة لعبد الرحمن، عبد الرحمن كانو، والمخالفة والصافرة مع عبد الرحمن، لاعب اللي بدأ المشوار مع هلال عذبرة. إذن المخالفة للفهود، كرة ملعوبة للأمام، عالية ومحاولة رأسية، خلصت، ترجع من جديد بالرأس، ملعوبة وكرة للأمام، رأسية ترجع من جديد
محاولات كرات حائرة. آدم ساير على الجهة اليمنى، التقدم الآن والمحاولات من آدم للمرور، يعكس الكرة لكن الكرة تحولت لضربة مرمى، حولت لضربة مرمى لمصلحة هوانجي في انتظار إكمال المشوار. كرة عالية رأسية في وسط الملعب، خلصت من جانب خالد، خالد كوسي، ترجع الكرة لألان تافارينا، حول الكرة على الجهة اليسرى، التقدم من جانب فريق هوانجي وسط الملعب. كودا يحاول، كودا كوشي، إرسال كرة أمامية. هذه مباريات صعبة جدا وتعتبر من مباريات الفرص القليلة حتى الآن، لذلك الاستغلال لابد أن يكون جيد وأن يكون سليم، أن يكون بتركيز وتوازن. إن شاء الله رمية تماس الآن للأمل، ملعوبة للأمام لكن تعود مقطوعة من جانب فريق وانجي في محاولة انطلاق الأمام، ولكن أيضا كرة مقطوعة في وسط الملعب. المحاولات ما زالت مستمرة فني حتى الآن، صحيح أنه في هذه المباراة المحصلة النهائية مهم الفوز، مهم النتيجة، وبعد ذلك نفكر في الظهور الجيد في الأداء الجيد. رمية تماس للأمل، ملعوبة محمد عبد الرحيم لآدم ساير، لمحمد عبد الرحيم الجديد، ينقل كرة للأمام، كرة تبادل لكن مقطوعة من جانب أريك، تحول مباشرة لويرستون مانجو، يلعب الكرة للأمام والضغط ممتاز من أنس الطاهر، خلص الكرة في وسط الملعب، محمد عبد الرحيم ينقل كرة لكن طويلة طويلة طويلة، مرت وتحولت لضربة مرمى مع شويسي باندا حارس مرمى فريق هوانجي. هوانجي الهضاب، ديناموز بلاتينيوم، فرق زارت الوطن واجهت أنديتنا، نتمنى أن تستمر الانتصارات، بدأت بالهلال وأكملت بالأمس مع المريخ، اليوم للأمل وأهل شندي. كرة ملعوبة تتحول، ما زالت المحاولة وتفادي ضربة ركنية لتتحول لرمية تماس. محمود عز الدين على الخط في التوجيهات المستمرة، كرة ملعوبة للأمام باتجاه زهير زكريا لكن زهير يرتب في أوضاعه. الكرة ملعوبة الآن للأمام، تتحول، ترجع خطيرة لفريق هوانجي، أكثر من عنصر يحاول التسديد وبالتالي المساحة ممنوعة أمام منطقة الجزاء. كرة ملعوبة للأمل، زهير زكريا في وسط الملعب يتقدم للأمام لكن الكرة خاطئة، ترجع في منتهى الخطورة لكن التأمين يحصل، والرأسية للأمام من جانب حسن جزيرة. كرة ما زالت حائرة حتى الآن، حتى الآن نريد استلام زمام المباراة، نريد السيطرة، نريد الاستحواذ، ونريد من الجماهير التشجيع، نريد من جماهير الموجودة في الملعب المساندة والتشجيع ليتحرك الفرسان. كرة ملعوبة لكن مقطوعة، ترجع لمصلحة فريق وانجي، إرسال كرة على الجهة اليمنى لوينستون مانجو، يحاول يلعب كرة للأمام وبالرأس مقطوعة، تتحول كرة عالية رأسية من جديد، استلام من زهير زكريا، محاولة ترجع للخلف لمجدي كسلة، أسرع يا مجدي، ملعوبة كرة للأمام، في غاية الصعوبة الحلول الهجومية الأمامية في غاية الصعوبة، وحتى الآن نبحث عن الهدف، هدف المعنوي الأول الذي يشعل المباراة والجماهير. أحيانا الجماهير تبدأ بصافرات الاستهجان، تبدأ بالصمت، لكن نريد المؤازرة، مباراة صعبة. تحولت لوانجي، ويلسون يلعب كرة الأمام، يحاول لكن تعود لفرقة الأمل من جديد، محمد عبد الرحيم لعبد الرحمن
كان ومحاولات تمر وتتحول لرامية تماس. رامية تماس لهوانغي، تستمعون لهذه الصافرات والجماهير، لكن المطلوب من الجماهير هو التشجيع الآن، هو التشجيع في هذه الأوقات في هذه الظروف حتى نستعيد الثقة ونلعب للأمام ونقدم المردود المرجو من الفرسان من فهود الشمال. كرة ملعوبة بخطأ لمصلحة حسن جزيرة، خطأ لمصلحة الأمل العطبراوي، كرة تحولت، ملعوبة للأمام وسط الملعب، انطلاقة وكرة تتحول، محاولة ما زالت جاري محمد عبد الرحيم، يتحصل على المخالفة والانطلاق لمصلحة الأمل، كرة معكوسة لكن غير دقيقة، ترجع مقطوعة، محاولة من جديد ومحاولة لمصلحة الأمل. التشجيع كما ذكرت مطلوب، الجماهير موجودة، وكرة عالية ورأسية لكن خلص وتتحول في وسط الملعب للأمام. يلا مجدي، مجدي يحاول، الكرة مرت وتحول لرمية تماس، مطلوب من الجماهير المساندة ومطلوب أيضا من التواصل الجميل من فريق النسور بعناصر الشرطة، العناصر الموجودة في الملعب لمساندة الأمل. يجب أن تقوم العناصر بالدور المطلوب وهو التشجيع، شاهدناه في اللقطة موجودة على اليمين زي الأصفر. وهو بالمصادفة مطابق لزي هوانغ زيمبابوي. عموما كرة للأمام تتحول، ترجع للفريق الزيمبابوي ويحاول في هذه المباراة، منتهى الخطورة، التقدم كرة ملعوبة وتتهيأ، ولكن التغطية ممتازة، الاستخلاص، والكرة تتحول على الجهة اليمنى على اليمين، أسرع من محمد عبد الرحيم، يلا محمد، محمدو على اليمين يلعب كرة، لكن الكرة قبل الأخيرة، اللمسة قبل الأخيرة، الكرة المعكوسة، التمريرة اللي توصلك للهدف حتى الآن غائبة، وأحد لاعبي وانغي الزيمبابوي أيضا موجود على أرضية الملعب، التدخل الأخير. نتمنى السلامة للجميع في هذه المباراة، ويحلق فيها فرسان الأمل إن شاء الله، ويلحق بالفرق التي تأهلت بالوداد، بإنبي المصري، بليبار الكنغو، بالإفريق التونسي، ورويال من سويسلاند، سيركل باماكو المالي، سيمبا التنزاني، أسيك ميموسا من ساحل العاج، وريفولز من نيجيريا، كلها أسماء لفرق تأهلت واستطاعت العبور هنا لعادة لأخطر كرة في المباراة، لأخطر كرة كان إمكان التسجيل، ولكن ضاعت الكرة. عموما ننتظر انتصار للفهود، ننتظر عبور لأمل الحديد والنار، للمرور للأمام في مواجهة انتر كلوب الأنغولي، بعد أن ضمن الفريق الأنغولي تأهل بركلات الترجيح على بطل مدغشقر. بالتالي أمنياتنا لأهل شندي، لفرسان درجعل، بالتفوق والصعود لمواجهة سيمبا التنزاني بعد أيضا أن عبر في المباراة. المواجهة للقمة، الهلال مع جمعية أولمبي شلف، المريخ مع موزمبي، بالأمنيات بالتوفيق، أمنيات بتواصل الانتصارات وتواصل الأفراح لفرقنا الممثلة لأسعدة الجماهير كثيرا بالانتصارات. كرة تعود لفريق هوانغي بنفس مبدأ الروح السائدة لمصلحة الفريق الزيمبابوي.
إرسال كرة أمامية وبالرأس موجودة، محاولة رأسية في وسط الملعب. عامر عادل أسرع للأمام، مطلوب حلول هجومية من محمود عز الدين، مطلوب حلول هجومية، انتقال للأمام، سرعة في التحول. كرة ملعوبة الآن وسط الملعب وإرسال أمامي تعود لمحمد عبد الرحيم، والكرة أيضا مقطوعة. وأتتنا الأنباء الآن السعيدة، هدف للأهلي شندي في دقيقة 12، وبالتوفيق للفرسان، بالتوفيق لنمور دار جعل، لتتواصل الأفراح، لنكمل المسألة ونكمل الترتيب. هنا المسألة ما زالت في غاية الصعوبة، ولكن بالانتظار إن شاء الله التفوق، وبالانتظار الهدف الذي سيحرك الملعب ويحرك مدينة الحديد والنار. يلا زهير زكريا، حتى الآن الإيجابية غايبة، حتى الآن تفعيل الدور الهجومي، العمل الهجومي مطلوب ومطلوب في هذه المباراة من جانب فريق الأمل، لنواصل الانتصار، نواصل النتيجة الإيجابية. دقيقتين مضافة على الوقت الأصلي في هذه المباراة عبر الشوط الأول. كرة ملعوبة، التحول الآن من جانب فريق وانجي، محاولات في غاية الخطورة خاصة لفرانسيسكو في المقدمة برقم 24، لكن حتى الآن تحت السيطرة. كرة ملعوبة للأمام، محاولة لتتحول لمجدي كسلة، يلا أسرع لعبد الرحمن على الجهة اليسرى، يلعب الكرة، اصطدمت وتحولت لضربة ركنية، ضربة ركنية هدف يخطف هذا الشوط، هدف يخلص المسألة، هدف مع الدقائق الحاسمة لنعود لترتيب الأوراق في الشوط الثاني. أكثر راحة وأكثر توازن، ضربة الركنية ملعوبة لمجدي، يعود لعبد الرحمن، يلا عبد الرحمن، كرة على الحدود منطقة الجزاء، الحلول الهجومية، كرة للأمل معكوسة، يلا هي، يلا الراسية، مرت فرصة خطف الهدف، خطف الشوط الأول في الكرة الملعوبة من مجدي كسل. الكرات المعكوسة هي الحل، الكرات المعكوسة هي الحل بكل تأكيد مع التوازن الجيد الموجود لدفاع هوانجي. وصافرة حكم اللقاء منصور معروف تنهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأمل عدبراوي وانجي الزيمبابوي. لنا لقاء إن شاء الله عبر شوط اللعب الثاني. إلى ذلك الحين أترك الكلمة لكابتن رشيد المهدية في الاستوديو التحليلي. إلى هنا. الزملاء الأعزاء في الاستوديو التحليلي قيادة كابتن رشيد المهدية، نتواصل إن شاء الله عبر شوط اللعب الثاني للقاء الفهود ضد هوانجي الزيمبابوي في شوط الحسم، شوط حسم المعركة هنا في مدينة الحديد والنار. نتمنى أن تتواصل الأفراح والانتصارات كما أتت الأخبار السارة من شندي بتقدم الأهلي. الآن شوط ثاني للأمل ليتأهل ليمر للأمام، وصافرة وخطأ محتسب لمصلحة فريق هوانجي الزيمبابوي اللي قدم شوط أول قوي، لعب بمردود قوي فريق هوانجي، والمحاولات ستستمر من خلال الشوط الثاني. أتمنى أن يوفق محمود عز الدين في القراءة الصحيحة والسليمة، وأن ينجح في شوط المدربين لنمر ونعبر ونتفوق إن شاء الله على هوانجي الزيمبابوي. كرة ملعوبة باتجاه أريك شيسا، إرسال كرة أمامية عالية، محاولة بالرأس من كوسانا، تعود بالرأس لدانييل دافيد بوروندو، وبالرأس مقطوعة،
تعود من جديد. هوانغ يحاول التقدم عن طريق كواسانا، لكن الكرة مرت. حديث مستمر مراقب المباراة مازدا بعد الكواليس الموجودة في أرضية الملعب، وأحاديث بدأت من ممثل فريق هوانغي والمدرب أيضا تيناني. تمنى أن تسير الأمور على ما يرام وأن يوفق الأمل في العبور إن شاء الله للمرحلة القادمة من دور 16 في الكونفدرالية الإفريقية. رمية تماس لكن بعيون، بمراقبة، بمتابعة. هذه المباراة كانت صعبة عبر الشوط الثاني. الآن الشوط الأول، الآن شوط ثاني نتمناه أقوى من الفهود. كرة عالية ملعوبة، تعود مقطوعة، ترجع للخلف وبالرأس في وسط الملعب على الجهة اليسرى. مجدي كسلة يلعب كرة للأمام لزهير زكريا. زهير في محاولة ومتابعة من جانب إريك، هيئ كرة على حدود منطقة الجزاء، محاولة للتقدم، ولكن الختام وردة الفعل واضحة تماما على محمود عز الدين. حتى الآن المحاولات، وهذه كرة خالد كوستي الأخيرة مرت وتحولت لهوان. عودة للخلف، تشوسي باندا الجهة اليسرى، إيريك ديفيد بروندو يرسل كرة أمامية، تعود مقطوعة من آدم ساير. العودة من جديد لكوسانا، لمسة في وسط الملعب ألان تافارينا، نقلات من جانب فريق هوانغي يلعب بقوة في هذه المباراة. تقدم للأمام ألان، محاولة تبادل خطير لكن الكرة مقطوعة، ترجع من فريق الأمل. العودة لآدم ساير على الجهة اليمنى، اصطدمت وتحولت لرامية تماس. رامية تماس مع آدم ساير، ملعوبة والمحاولة المراوغة الأولى من آدم ساير، يلعب كرة خاطئة من آدم ساير، التقدم في منتهى الخطورة. تسديدة مرت على الجهة اليمنى، مرت بسلام في المحاولة القوية والانطلاقة من فرانسيسكو، حاول بكل قوة الاستفادة من الهفوة الدفاعية لفهود الشمال، لكن الكرة مرت وتحولت لضربة مرمى مع مرتضى حسن. كرة ملعوبة أمامية عالية بالرأس، محمد عبد الرحيم يعود كثيرا للوسط المساندة، ومحاولة من عبد الرحمن كنو على الجهة اليسرى، تعود كرة لمصلحة الأمل، معكوسة عالية لكن غير دقيقة مرت مباشرة لفريق هوانغي، والتدخل، كرة مرت وتحولت لرمية تماس، تدخل من سامي عبد الله. تماس لهوانغي، ملعوب مباشرة من آلان، يلعب كرة أمامية ومحاولة للانطلاق من جانب جيلبرت زولو، لكن المتابعة والخطأ لمصلحة الأمل بعد التدخل القوي من جيلبرت زولو على أنس الطاهر مدافع الأمل العدبراوي. خطأ لمصلحة الأمل، تعادل سلبي فقط للتوضيح، والتعادل الإيجابي في زيمبابوي يمنح الفهود التأهل، لكن هذا الفارق يظل نتيجة طبعا غير مضمونة، لذلك نريد أن نلعب على حسابات التأكيد والتأمين. إرسال للأمام، الرأسية ملعوبة باتجاه محمد عبد الرحيم، ممتازة لآدم ساير، يلا الانطلاق على الجهة اليمنى، الحل الفردي مطلوب، آدم ساير حاول المراوغة ولكن المتابعة الدفاعية والكرة مرت وتحولت مباشرة لضربة مرمى. حتى الآن الفاعلية غائبة في الجبهة الهجومية للأمل العدبراوي. التحول جانب
ديفيد بوروندو وكرة ملعوبة. على الجهة اليسرى تمريرات ونقلات جانب فريق وانجي. كرة ملعوبة للأمام لكن أيضا مقطوعة تحولت في وسط الملعب. زهير زكريا لاعب الكرة لعامر عادل لمحمد عبد الرحيم يضغط في حالة فقدان الكرة. فريق وانجي على حامل الكرة ضغط شامل يحاول تضييق وتصعيب المسألة على الفهود. الآن خطأ لمصلحة الأمل العاد براوي. لونجي لاعب رقم 20 ما لوين لونج لونجوي يستعد للنزول. تبديل أول الورقة الأولى من جانب تيراني المدرب. كرة تمر لحسن جزيرة ملعوبة لأنس الطاهر تقدم من جانب فريق الأمل. على الجهة اليسرى محاولات الأمل عدبراوي للمرور للأمام. خالد كوسي يفقد كورته تحولت لهوانجي. ضغط سريع يلا فرصة خلص خلص ضاعت من الهفوات من اللحظات النادرة في المباراة. يجب التعامل بكل ذكاء واستغلال هذه الهفوات. شوف الهفوة جت لزهير زكريا سدد زهير لكن الكرة مرت وتحولت مباشرة لمصلحة وانجي ليجري تبديل بخروج روجر سانشيز ودخول لونغوي. لونغوي سيدخل. إذن روجر سانشيز رودويل اسم الثلاثي والقائد يخرج وينزل مالو روين لونغوي. كرة ملعوبة مباشرة تمر وتتحول لرامية تماس. تماس ملعوب كرة تتحول جانب فريق الأمل. محاولة للفهود خالد كوستي لزهير زكريا لكن وين التفاهم في المقدمة الهجومية. عموما الكرة مرت الكرة الأمل عدبراوي بظروف صعبة حتى على مستوى منافسة الدوري الممتاز. لقى هزائم خسائر لكن نتمنى المرور فقط من هذه المباراة وبعد ذلك الوقت موجود لترتيب الأوضاع وترتيب البيت من الداخل والعودة القوية للفهود كما كانوا ليكرروا الشريط ويكرروا المشوار الرائع الذي بدأ في 2010 بالمشاركة الأولى لهذا الفريق حينما تخطى أتراك رواندي وعبر كوستا دو سول الموزمبيقي وكمل المشوار حتى خرج من شباب لوزدات الجزائري بفارق ضئيل. كان الأمل قدم مستويات رائعة. نريد أن نعيد هذه الذكرى ونعيد هذا المشوار ويصحو فريق الأمل وتصحو الجماهير ونلعب الكورة ونضغط على هوانجي. الانطلاقة سريعة الآن سريعة من القائد الجديد يعكس كورة منتهى الخطورة ولكن مرتضى حسن في توقيت سليم. مرتضى حسن خلص الكورة وانطلاقة سريعة للأمام. زهير زكريا يلعب لمحمد عبد الرحيم جميلة حلوة لآدم ساير. يلا يا آدم الكرة ملعوبة لكن كانت مباشرة في المرمى مرت وتحولت لضربة مرمى لهوانجي. شوي سيباندا على التنفيذ. شوي سيباندا يلعب كرة أمامية تعود في محاولة. يلا آدم ساير نريد إعادة الشريط. هدف زيمبابوي مطلوب. كرة ملعوبة هيا كرة زهير لكن وين والمرمى وين. الكرة مرت تحولت لضربة مرمى. ورق الهجوم ورق الحلول البدلاء لابد أن يحدث تغيير. تلاقي الأمام الآن بالرأس ملعوبة
محاولة من جانب زهير، زهير زكريا يخسر كورته، تحاول على تافارينا حكم المباراة بإخراج الكرة الثانية الموجودة داخل أرضية الملعب لاستئناف اللاعب. كرة ملعوبة لمصلحة وايلد. سال كرة أمامية ديفيد بوراندي، العودة من جديد وصافرة، خطأ يحتسبه الحكم منصور معروف لمصلحة الأمل العدبراوي. يلا نريد التفعيل والمحاولات. الكرة كانت في تقدم في انطلاق، فرانسيسكو سيلفيا تحولت الآن على الجهة اليسرى، بداية المشوار، بداية الحكاية. الأمل في مباراة صعبة، صعبة جدا. ارسال الكرة للأمام، تحول وكرة ملعوبة. ارسال الكرة لكن تتحول لرمي التماس، تبديل قادم، آدم ساير سيخرج بالرغم من أنه هذا التبديل لآدم ساير حركة مطلوبة، لكن نزول دريس سليمان ينزل مباشرة. تبديل الأول، ورقة الأولى آدم ساير. تبديلات محمود عز الدين لتغيير واقع المباراة للأحسن والأفضل. ملعوبة، تحولت الكرة مقطوعة من جانب هوانغي، ترجع من سامي عبد الله بالرأس، يمشي كرة للأمام في وسط الملعب على الجهة اليمنى. إدريس سليمان اللاعب البديل، مراوغة أولى من جانب إدريس والمحاولة للعب كرة لمحمد عبد الرحيم، لكن تخليص وإبعاد الكرة من جانب الدفاع وسط الملعب. خالد كوسي لسامي عبد الله، تقدم من جانب سامي للأمام، يلعب كرة لكن خاطئة، ترجع من جديد لسامي عبد الله. سامي تبادل المحاولة، الخطأ والصافرة تأتي، والخطأ لمصلحة الأمل العدبراوي. الاستفادة مطلوبة من هذه المخالفات والضربات الثابتة على اليمين وعلى اليسار، كرة ممكن تخلص المباراة، هدف يمنحك الأفضلية وسط الجماهير. الآن المحاولة، عبد الرحمن كأنه على التنفيذ، يلعب كرة عالية عالية ومحاولة رأسية من جانب زهير، ترجع كرة حائرة لعبد الرحمن، حول الكرة للخلف لمجدي كسلة. مجدي يبدأ مشوار على اليسار، انطلاقة وكرة سريعة لكن مرت وتحولت لضربة مرمى. من المباريات الصعبة معقدة، الحلول الهجومية فيها غائبة، قوة التوازن الدفاعي المفروض من قبل فريق هوانغي يصعب حتى الآن المسألة على فريق الأمل العدبراوي. كرة ملعوبة للأمام ومحاولة للتقدم، الإبعاد أول باو مطلوب، يبعد كرة فرانسيسكو سيلفا يحاول التقدم لكن مقطوعة، خلصت. يلا التحول لابد أن يكون سريع، لابد أن يكون سريع التحول. كرة في وسط الملعب، لاحظ البطء التحضير، كرة منقولة وأيضا غياب التركيز، الكرة تمر وتتحول لرمي التماس. أبدا لا يلعب الأمل في هذه المباراة بمستواه، لا يلعب بروحه الإفريقية، لكن في انتظار أن يتغير شيء في أرضية الملعب. رمي التماس، تماس ديفيد بوروندو، يلعب كرة للخلف كوسانا سوبيلا،
على الجهة اليمنى. الآن إرسال كرة أمامية لكن رأسية تعود لهوانجي، أيضا مخطوفة الكرة لديفيد بوروندو، يلعب الكرة للأمام ومحاولات قتال على الكرة، ترجع الكرة من جديد لتصل لحارس المرمى حارس شوسي باندا. سال كرة أمامية مباشرة لكن مقطوعة تمر في وسط الملعب. المحاولات لزهير زكريا يبقى أحيانا معزول، يمر الكرة لإدريس لكن الاستلام والكرة ما زالت إدريس، يلا هيا كرة والتسديدة، لكن وين؟ تسديدة بالقدم اليمنى لكن بعيدة عن المرمى من محمد عبد الرحيم. شوف الكرة تهيأت، فرص تأتي أحيانا نادرة في هذه المباراة لكن يجب استغلال كل فرصة، يجب استغلال كل لحظة، يجب استغلال كل هفوة من جانب دفاع هوانغ للأمام، لكن تتخلص مباشرة لرامية تماس. رامية تماس وانغ زيمبابوي على تنفيذ كرة ملعوبة في محاولة والتدخل، بالتالي صافرة خطأ لمصلحة الأمل العطبراوي. عبد الرحمن كنو في التدخل الأخير والمحاولة الأخيرة مع لونغو، كرة ملعوبة والقلق يبدو واضحا على المدرب محمود عز الدين. تستمر المحاولة، إرسال الكرة للأمام بالرأس مقطوعة، تتحول أمامية لكن صافرة موجودة، واحتساب الخطأ لمصلحة الأمل، لمصلحة حسن جزيرة في دفاع الأمل العطبراوي. المشاركة الأخيرة واللقطة الأخيرة لكن تعود من جديد ويبدأ المشوار وتبدأ محاولات الأمل في المباراة. ملعوبة للأمام لدهير زكريا، كعبية ممتازة، حلوة حلوة، الكورة الأخطر، الكورة الأخطر عبر الشوط الثاني. خلص يا راجل، خلص يا راجل من فرصة، من نصف فرصة، من ربع فرصة. المهم التسجيل، المهم التسجيل. كرة ضاعت للأمل، ضاعت للأمل من جديد. تتحول الكرة، خالد كوس، خالد تمرير للأمام، زهير زكريا مرر تمريرة رائعة، واحدة صناعة ممتازة، لكن الكرة الآن مقطوعة وترجع من جديد في وسط الملعب. محاولات من جانب هوانغي، الكرة منقولة على الجهة اليسرى والمحاولة للتقدم للأمام وسط الملعب، يلا مقطوعة، أسرع الآن، أسرع الآن، مرر الكرة لزهير زكريا، يلا راوغ، يلا سدد كرة، وين ضاعت، وين ضاعت الكرة من جديد، تمر على فريق الأمل. إذا هبت الرياح يجب أن نغتنم الفرص، يلا شوف فرصة واثنين، تحركت الجماهير لكن يجب أن تستمر الحركة. كرة راجعة بالرأس لحارس المرمى، أزعجت حتى المدرب تنيني. شوف الكعبية، شوف الفرصة ما بتضيع يا عبد الرحمن، ما بتضيع، ضاعت، تحولت من جديد. يلا زهير، يلا خلص، الرأسية للضربة قبل الركنية تمر لحارس المرمى. في محاولات، في حركة، يجب أن تستمر، يجب أن تستمر من الأمل. الرأسية مقطوعة، تعود من جديد، عبد الرحمن كانو يحاصر، يحاول يتحصل على المخالفة، مخالفة لمصلحة الأمل العطبراوي. يجب أن تمتد الصحوة من الجماهير ومن اللاعبين في أرضية الملعب، نريد تخليص هذه المباراة. خاطئة تمريرة من إدريس، إدريس سليمان، كرة في وسط الملعب للونغو، المراوغة والخطأ
على فريق الأمل العدبراوي. التعادل مازال مستمر، التعادل مازال مستمر في هذه المباراة. كرة لديفيد بوروندو على الجهة اليسرى، تحول للغايد والانطلاقة وسقوط ديفيد بوروندو والخطأ وربما البطاقة الصفراء في التدخل الأخير من عامر عادل. عامر عادل في اللقطة الماضية يتحصل على البطاقة الصفراء في التدخل مع لاعب ديفيد بوروندو في اللقطة صعبة صعبة فيها تدخل والخطأ صحيح لمصلحة فريق هوانغي. نيتنا بأن تكتمل هذه اللوحة الاستعدادات اللي كانت موجودة في المدينة في عدبرة لهذه المباراة، الجماهير الاحتشاد بعد الأعمال التكميلية في الملعب، أن تكمل بلوحة من الأمل العدبراوي، أن تستغل واحدة من هذه الفرص التي تضيع على اليمين وعلى اليسار. الآن المخالفة لمصلحة فريق هوانغي على التنفيذ، جيرالد على التنفيذ، تنفيذ المخالفة، ستلعب مباشرة للأمام. فريق هوانغي يحاول السعي لأنه يعرف أيضا أن هذه النتيجة لا تخدم بقاؤه في الكونفدرالية. إرسال كرة للأمام لكن بالرأس، وخطأ محتسب لمصلحة الأمل العدبراوي. الآن الأناشيد والأغاني والجماهير تمنى أن تستمر الصحوة، تمنى أن يستمر التشجيع، وعمل ممتاز من الشرطة ومن فريق النسور في المساندة في تسيير الرحلات لعدبرة للمساندة، عمل جميل، تلاحم أيضا وطني كبير بين الأندية وبين المؤسسات الوطنية الكبيرة. حول الكرة ملعوبة لمصلحة الأمل لكن بتضيع وتتحول مباشرة. رمية التماس، رمية التماس ملعوبة لمصلحة هوانغي، كرة ملعوبة رأسية وتتحول. رمية التماس أسرع، نستغل هذا الحماس، نستغل هذه الروح. كرة عالية رأسية ملعوبة لكن تتحول مباشرة. رمية التماس الآن بالرأس مقطوعة من عامر عادل، تماس كرة تكون بإيقاع أحيانا بطيء بتمريرات صعبة بحلول صعبة، لكن الأمل موجود في فرقة الأمل حتى النهاية، حتى نهاية صافرة هذه المباراة التي تعلن إن شاء الله تأهل ممثل السودان في الكونفدرالية هنا في عدبرة وهناك في شندي الممثل الآخر فريق أهل شندي ليتقدم بهدف في مباراته على أرض وسط جماهيره بعد أن حسم اللقاء مع فيرو فيارو في موزمبيق بهدف لنمور شندي. كرة ملعوبة الآن في وسط الملعب، محاولات على الجهة اليمنى، التقدم من جانب فريق هوانغ، يلعب كرة أمامية معكوسة عالية أبعدت مباشرة لتعود من جديد. تشجيع أيضا الآن تحول مثالي وجميل من المشجعين،
خاصة مشجعي فريق النسور. الكرة تحولت للأمام لكن تعود أحيانا فترات الهدوء. نريد السرعة، نريد الإيقاع. هي اللقطة مع جد المية ومع محمد سليمان مباشرة، الكرة ملعوبة تتحول للأمام، تعود من جديد، كرات حائرة، مباراة صعبة جدا، عقيمة أحيانا. يلا ملعوبة، حلوة الانطلاق للأمام، مشوار من عبد الرحمن، يلا واحد واثنين، محاولة، هيا كرة قريبة من الحارس، لكن المتابعة ترجع من جديد، الاستلام مضغوط، خلص الكرة اللاعب تافاريل، وسط الملعب الآن للانطلاق لأمام من جانب فريق هوانغي، محاولات الفريق الزيمبابوي، الانطلاق على الجهة اليسرى، الكرة طالت وتحولت لرمية تماس، رمية تماس لمصلحة الأمل العطبراوي. شوف المحاولات، شوف الفرص اللي بتضيع. رمية تماس، إدريس سليمان، إدريس سليمان على التنفيذ، يلعب كرة للأمام ومخالفة محتسبة لمصلحة الأمل العطبراوي. سامي عبد الله على التنفيذ، يلا سامي للخلف لحسن جزيرة، حسن جزيرة جهة اليسرى وتمريرة للأمام على الجهة اليسرى، المحاولات لكن العودة والكرة مقطوعة في وسط الملعب. خالد عبد الرحمن كنو، والكرة تحولت لرمية تماس، رمية تماس، الأوراق تتوالى، فاري فايمي ساي أيضا سينزل كورقة ثانية لفريق هوانغي في هذه المباراة. جرى أمل تبديل وحيد، كرة تمر وتتحول لرمية تماس، تماس ملعوب، كرة للأمام عالية في وسط الملعب، ممتاز التدخل، وكرة للأمام، انطلاقة سريعة لكن حارس المرمى في توقيت سليم، حارس المرمى تشويتس باندا خلص الكرة لمصلحة فريق هوانغي لتبدأ المحاولات. فريق الزيمبابوي يسعى للتقدم للأمام لأنه كما ذكرت هو حتى الآن خارج البطولة بهذه النتيجة. الأمل هو المتأهل وإن شاء الله متأهل حتى النهاية. التبديل الثاني لهوانغي، حاول المدرب الزيمبابوي تيناني والمساعد نيش توري تبديل الثاني مباشرة، والورقة الثانية لفريق هوانغي. فرانسيسكو سالفوي خرج ودخول لفاري فايبيساي، إذن تبديلين، انطلاقة على الجهة اليمنى لمصلحة الأمل، البحث عن الهدف، الكرة مرت وراية والتسلل على إدريس سليمان، على إدريس سليمان، تشويسي باندا يلعب الكرة مباشرة، جلبرت زولو يلعب الكرة مع جيرالد لديفيد بوروندو، ديفيد على الجهة اليسرى، ارسال كرة أمامية ومخطوفة بالرأس لكن أقرب لحارس المرمى مرتضى حسن، ارسال كرة أمامية بالرأس، تعود الكرة، يلا زهير، يلا زهير، زكريا خلص الكرة، هيا كرة والانطلاقة من جانب إدريس سليمان، لكن التعامل الهجومي حتى الآن ما بالصورة المطلوبة. كرة تحولت، تمر لمصلحة الأمل،
يعلي كرة على الجهة اليمنى لمحمد عبد الرحيم، حاول للانطلاق والتقدم. هيا سدد. أوه، كرة ضاعت، كرة أيضا بتضيع لفريق الأمل أمام مرمى هوانغ شوف. هيا كرة والتسديدة من خالد كوستي. مرت الكرة، المحاولة، تضيع فرص، تضيع محاولات، تضيع أيضا كرات، والكرة تتحول الآن لمصلحة فريق هوانغ. التقدم للأمام، هوانغ يحاول للونغوي، يحاول لونغوي يراوغ في الأولى، يعكس كرة في منتهى الخطورة، الإبعاد الرأسي مطلوب وسليم. تعود من جديد، إرسال كرة ومقطوعة تحولت لمصلحة فريق هوانغ بالرأس. الكرة محاولات مستمرة تمر لتتحول لرمية التماس. رمية التماس، حمدي يحيى أيضا قادم في تشكيلة فريق الأمل. كرة عالية، الإبعاد، يا راجل يا راجل، كرة مرت وتحولت مع مرتضى حسن. إرسال الكرة للأمام، يلا زهير، الترويض الجيد من زهير زكريا في انتظار المساندة، في انتظار المحاولة والدعم. زهير زكريا يلعب الكرة، لكن قريبة التغطية، قريبة جدا التغطية، والكرة مرت لتبدأ مع هوانغ في محاولات. تعود الكرة لعامر عادل، التمريرة والتبادل مع إدريس، إدريس سليمان، كرة ملعوبة لزهير زكريا، منقولة لإدريس على الجهة اليمنى. زكريا مع الكرة الآن، زهير، العودة لإدريس في محاولات، محاولة للتقدم، يطالب بالمخالفة، العب على الصافرة يا إدريس يا سليمان. كرة ملعوبة، المحاولة ملعوبة للأمام، سامي عبد الله في الدفاع، العودة والانطلاقة السريعة لهوانغ، لكن السيطرة، والكرة تعود للفهود في مشوار. محمد عبد الرحيم يحاول لكن مقطوعة، لتعود من جديد ديفيد بوروندو. ضغط مطلوب أول بأول، دقائق حاسمة وحساسة من الوقت. نعم صحيح، نحن نبحث عن الهدف، لكن إن لم يأتي فلنحافظ على الشباك. كرة ملعوبة ومقطوعة من جانب حسن جزيرة، تحول للأمل العطبراوي، لمسات، نقلات، كرة على الجهة اليسرى أيضا بتضيع، وترجع كرة ملعوبة للأمام في منتهى الخطورة، لكن تعامل ممتاز من أنس الطاهر، من حسن جزيرة، من سامي عبد الله. يلا يا زهير، يلا يا زهير بخبرة السنين، الاستلام، الاستلام، لكن وحيد، وحيد، وحيد أمام أربعة، كرة ملعوبة، لكن ما في أمامه حل، سدد، والكرة عند حارس المرمى. المساندة، الانتقال، التحول السريع كان ضعيف في اللقطة الماضية. زهير زكريا يلعب وحيد في المقدمة، والتفكير محمود عز الدين بالمحافظة، وربما الكرة ملعوبة وتعود لتتحول خطأ محتسب لمصلحة سامي عبد الله. هنا الدفع والخطأ لمصلحة سامي عبد الله. جيلبرت زولو، دقائق القادمة دقائق حساسة، عبد الرحمن كنو يغادر، وحمدي يحيى سينزل. إذن تبديل الثاني لفرقة الأمل بعد المحاولات التي ضاعت. الأمل وجد فرص في الشوط الثاني، تعامل الختامي النهائي مع الهجمة لم يكن بالصورة المطلوبة، وبالتالي النتيجة ما زالت التعادل السلبي. إرسال كرة للأمام، زهير زكريا، الخطأ لمصلحة زهير زكريا في اللقطة الماضية. سامي عبد الله
سامي يلعب الكرة مباشرة، لمسة من جانب محمد عبد الرحيم، التقدم للأمام، يلا كرة ملعوبة عالية لكن أقرب لحارس المرمى شوي سيباندا، تعكس في الوسط لونغو، يلعب كرة سريعة سريعة جدا والتغطية مطلوبة يا مجدي، مجدي يتدخل يحول الكرة لضربة ركنية، مجدي كسلة في المتابعة كما ذكرت لحظات حاسمة في هذه المباراة، الكرة تمر وتتحول لرمية تماس، تماس لفريق هوانغ الزيمبابوي يحاول، الكرة تحولت لمصلحة الأمل لمصلحة الفهود، حكم يشير إلى أنه المسألة والحديث من حكم المباراة منصور معروف حكم الإريتري، إسقاط للكرة والكرة تتحول ملعوبة تعود من هوانغي، لحظات صعبة عصيبة على الجماهير، سامي عبد الله ممتاز يلعب الكرة للأمام، الانطلاقة لكن حارس المرمى قريب تشويسي باندا، خروجه ممتاز حارس المرمى، توقيته سليم وبالتالي تعامل مع أكثر كرة صعبة من جانب الأمل بتوقيت سليم وحرمنا من هدف، لكن الأمل الكبير في الانتصار في التأهل، كرة ملعوبة ومحاولة ومنقولة لمسة لكن تمريرة خاطئة، ممنوع الخطأ في اللحظات القاتلة، الكرة تحولت للمتقدم كوادو، رمية تماس مع ديفيد بوروندو، إرسال الكرة أمامية، المتابعة من حسن جزيرة، فيها مجاسفة لكن مرت وتحولت لضربة مرمى لمصلحة فريق الأمل العطبراوي، اللحظات القادمة اللحظات الحساسة لحظات الانتصار، نريد أن نبارك للأمل من هذا الملعب التأهل للمرحلة القادمة، بعد ذلك التفكير بالقادم يكون بترتيب الأوضاع بعودة بعض اللاعبين المصابين بظهور الأمل بصورة مختلفة، لذلك المهم أن نمر الآن من هذه المباراة، كرة عالية بالرأس ملعوبة ومبعدة تعود في منتهى الخطورة، مشروع تسديد والكرة لكن ممتاز يا مرتضى يا حسن، ممتازة، كرة صعبة جدا في هذه اللحظات في هذه الدقائق، الكرة ملعوبة للأمام، كرة عالية تتحول الآن، إدريس التقدم من جانب إدريس ينطلق للأمام، الخطأ ممنوع يا إدريس، الكرة تعود من جديد، ديفيد بوروندو يلعب كرة للأمام، غطي كورتك، ممتاز سامي عبد الله، خلص الكرة والتحول تعود لهوانغي، بذل مجهود كبير وأدى بصورة طيبة سامي عبد الله، كرة ملعوبة للأمام عالية والتدخل من جديد، عامر عادل انطلاق للفهود، كرة ملعوبة لكن ترجع مقطوعة في محاولة، الاستبسال القتالية اللحظات الحساسة الصعبة في هذه المباراة، وكرة ملعوبة عالية أول بأول يا سامي، ممتاز ورأسية من جديد من عامر، ترجع في منتهى الخطورة تخلصت يلا مرتدة خلص يا زهير، واحد واثنين، المهارة، الكرة ملعوبة، هي يا الأمل في كرة حمدي يحيى الأخيرة، بتضيع ترجع، يلا خيرة في غير، الأهم التأهل، ملعوبة وسط الملعب، التحول الآن والانطلاق للأمام، منتهى الخطورة، كرة وقفت القلوب، كرة صعبة، لحظة من اللحظات التي لا نتمنى أن نشاهدها، شوف الراجل مرة وين سدد الكرة على الشبكة الخارجية، الله يهديكم في هذه اللحظات
لابد من التقفيل، لابد من التماسك، لابد من إبعاد كل الكرات الخطيرة. والخطيرة مرتضى حسن، مرتضى حسن موجود على أرضية الملعب، وهذه اللقطة الماضية يعني لقطة تخليص مباراة، لقطة ظهور، لقطة لانتصار يكون قادم، والأوراق تستمر من جانب تيراني مدرب فريق هوانغي الزيمبابوي. مجهود الكبير والعمل الكبير اللي أداه فريق الأمل في زيمبابوي. الآن هذه لحظات الحصاد، وهذه لحظات المتابعة، وهذه لحظات تكملة المشوار لتكون الصورة واضحة. الآن اللقاءات بالنسبة لأنديتنا واضحة. الهلال سيواجه جمعية أولمبي شلف الجزائري في اللقاء، بعد أن قلب الطاولة على فيتا كلوب جمعية أولمبي شلف واستطاع أن يتأهل. فريق المريخ سيواجه مازيمبي بعد تفوق مازيمبي الكبير على باور دينامز. فريق آلي شندي وهو المتفوق والمتقدم الآن سيقابل إن شاء الله بعد انتصاره سيمبا تنزاني. هنا التفوق للأمل للفهود معناه مقابلة إنتر كلوب الأنغولي. هذا هو السيناريو، وهذه هي الخطة القادمة إن شاء الله. كرة ملعوبة، لكن نمر الأول، نمر الأول. زهير زكريا، زهير زكريا يلعب الكرة على الجهة اليسرى، تحولت ملعوبة أمامية، مقطوعة من جديد، تعود اللحظات الحاسمة، اللحظات الحاسمة يا عامر عادل. الكرة تمر وتعود من جديد في وسط الملعب، اضغط، خلص كورتك، غطي كل المساحة، غطي كل المساحة، التماسك مطلوب. يلا يا سامي، سامي، والخطأ واضح، الخطأ واضح، واللحظات الصعبة في المباراة، اللحظات العصيبة على الجميع. الأمل العطبراوي إن شاء الله للدور القادم، إن شاء الله للمرحلة القادمة. هنا من مدينة الحديد والنار، من عطبرة، عطبرة التاريخ والحضارة. كرة ملعوبة للأمام، بالرأس ملعوبة، محاولة من جديد، تعود الكرة، يلا يا راجل، خلص، خلص. التسديدة بعيدة، التسديدة بعيدة، والكرة تحولت ومرت مع تشوي سي باندا. هنا تسديدة محمد عبد الرحيم، مرت الكرة وتحول للأمام، عامر عادل بالرأس أول بأول. الآن لحظات صعبة في هذه المباراة. فريق هون كان مد قوي في هذه المباراة لفريق الأمل. المحاولة، كرة للأمام، يحاول لكن ممتاز، خلص، يلعب كرة للأمام زهير زكريا. انطلاقة ترجع لحارس المرمى تشوي سي باندا، يلعب الكرة، تحولت لمصلحة وانجي. جلبت زولو، يرسل كرة زولو أمامية، محاولة لكن استخلاص من إدريس، ترجع الكرة من جديد لهوانجي الجهة اليسرى. الانطلاقة للفريق الزيمبابوي، هيأ كرة لكن الاستخلاص موجود. يلا مرور واستلام، وحمدي يحيى في المحاولة، كرة مقطوعة، تمر الكرة لوانجي، يقاتل، يسرع الزيمبابوي، والكرة عند حارس المرمى مرتضى حسن، مرتضى حسن. المحاولات مستمرة، كرة أمامية، يلا زهير، يلا زهير، الكرة مقطوعة، ترجع لوانجي الزيمبابوي في تقدم على الجهة اليمنى. كرة وتمريرات ولحظة صعبة لكن نتمناها سليمة، ملعوبة للأمام، فريق الزيمبابوي يحاول، والكرة والتدخل ممنوع، الخطأ أمام منطقة الجزاء، واستخلاص. يلا يلا في مرتدة زهير زكريا، لكنه وحيد، وحيد محاصر، يلعب الكرة، يلعب الكرة في هذا الوقت، موت اللعب، ألعب على الأطراف، ألعب
باستلام باستحواذ تأخر، وهو عمل مطلوب للحفاظ على هذه النتيجة إذا استحصى فعلا الهدف عبر مسار هذه المباراة. وهو كذلك كرة ملعوبة الآن للأمام، لكن ما هذه المساحات، ما هذه الأخطاء، كرة ملعوبة، تسديدة اصطدمت، خلص يا راجل، خلص الكرة عالية، خلص الكرة عالية من جديد، محاولات الأمل، محاولات الاستبسال، هوانغ يضغط، هوانغ يريد في كرة ملعوبة عالية، مرتضى حسن في التأمين، مرتضى حسن في التأمين، هذا هو العمل الممتاز، هذا هو العمل المطلوب. الآن هيلم مبارك للتغيير التكتيكي، للتغيير القادم، إرسال الكرة عالية والرأسية مقطوعة، تحولت في وسط الملعب على الجهة اليسرى، منقولة للفهود، الأمل العدبراوي في محاولات على الجهة اليسرى، كرة ملعوبة عالية عالية ومحاولة، زهير زكريا قريب من الكرة، زهير خلص خلص خلص، أوه أوه يا كرة، أوه يا حظ، الكرة مرت، الكرة ضاعت، الكرة تحولت بعد المحاولة الأخيرة من حمدي يحيى. شوف 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 الكرة، شوف، لا الكرة رافضة أن تدخل للمرمى الزيمبابوي، كرة ملعوبة بالرأس، تحولت، خطأ ممنوع، الآن استخلاص الكرة للأمام في وسط الملعب، المحاولات، الصافرة أتت، الصافرة أتت وخلصت هذه المباراة الصعبة. مبروك للأمل، مبروك للأمل، مبروك لجمهور عطبرة، مبروك لمدينة الحديد والنار، مبروك للسودان الوطن الكبير، مبروك التأهل، أربعة أندية إن شاء الله قادمة، أربعة أندية إن شاء الله قادمة. كنا معكم هنا عبر الشروق ولأول مرة من مدينة الحديد والنار، نبارك لكم وإن شاء الله على الموعد، إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة معك كابتن رشيد المهدي. We'll be right back.